أنا عرفت. عرفتي إيه؟ شاهي. بس من غير كلام كتير، أنا مستعدة أنسى الموضوع خالص وأتعامل على إنه ما حصلش، على شرط واحد، تقولي دلوقتي حالاً إن الموضوع انتهى. للأسف يا صفية، أنا ما بقتش أسمع الكلام. معلش، هي مش هتظبط معاك المرة دي، ولو عايزة تسمعي الحقيقة، الموضوع ابتدى من اللحظة دي، ومن هنا ورايح انت هتسكتي وهتسمعي وبس، وانا هعمل اللي انا عايزه وفي الوقت اللي انا عايزه. ده اخر كلام؟ ومفيش كلام بعد. يبقى هنتطلق. قصدي اريح بكتير.